السلام عليكم ورحمه الله. باش ندير واحد لا ليكتور نتاع الماتش. دابا كلشي كيعرف بلي حنا المدير الجديه حتى المرتبه الاخيره وشاك ماتش عندنا دابا رجع السي دي ماتش تراجع لنا بالنسبه لينا ولي فينو سانسيرمون جاي باش ناخذ ثلاثه من النقاط. درنا قراءه جيده للمغرب التطوالي فريق المغرب التطوالي اللي دار لا شونجي تو باسكو واحد 90 في لا قوه تاعو السنه الماضيه. درنا ليكتور و بريمير ميتون نجحنا واحد بورسونتاج ريزيرفي واحد 90% باش ناخذوا سيتو واحد لي دي بريمير ميت. حنا كنعرفوا بان التطواني مارك لي بلوس لي فازاراتي دونك اون افي اون بلوكي سا اون افيرمي لي كولوار بعدا باش ما يكونوش لي سونتر ونجحنا في هذا الشيء وزدنا ميم يعني او نيفو دو لا ميتريز نتاع لا بوسيون دو بال و بريمير ميتون كنا مزيانين ولكن نظن سي لا دوزيام فوا صرنا الماتش اللي فات وهذا الماتش يعني كنكونوا منتصرين اوتوماتيكمون اون دوزيام ميتو كنحطو لتحت نظن بانه واخا عينا نعوتو باش ليكيب ديالنا تافونسي ما بقيناش نكاردو البالون اون سيبي لو ماتش اون دوزيام ميتو ما كانت تطوان تلعب سيرتو لي لونغ بال ويستناو الدوزيام بالون ونتقدو باش يسجلو دونك حنا نظن بان سي ميتو بريمير ميتو كنا احسن دوزيام ميتو كانوا احسن اون نيفو دو لا موتيفاسيون ولكن جو فيليسيت لي جوار لان كاينه اون بروغريسيون كان واحد التحسن المقابله الاخرى كانت تحسنوا سيرتو في الاداء نتمنى من الله باش نقدروا باش نبقاو نديروا بلا ميم انتونسيتي ولا ميم ستيل يعني ولا ميم مانيير اللي كنلعبوا بها البريمير ميتون اون دوزيام ميتون نظن بان غادي الا بقينا نلعبوا بنفس المستوى تاع البريمير ميتون غادي ناخذوا دي بوان لا سي سا سكون شيرش يعني سي اون ايكيب اللي باقا عاد الفي لو دوت سي اون ايكيب ديالنا اللي هي المونك دو ماتوريتي نوتش يعني سي دي جون اللي ما كانوش يلعبوا السنه الماضيه وكلشي كيعرف بان الفريق كان العام اللي فات حتى المراتب الاخيره ودي جوار اللي كانوا ما كانوش يلعبوا ما كيلعبوا ولكن حنا اون اون خل ديفلوبي كنطوروا الامكانيات ديالهم من الناحيه الفرديه من الجماعيه وحنا كنشوفوا يعني كاينه ايفوليسيون والحمد لله نتمنوا من الله دوا كونتيني ان شاء الله سي فري بلي 4 بوان سي تري بو يعني في 8 المقابلات سي تري بو بعض النقاط نلقاو دائما في المرتبه الاخيره كما قلت حنا لانتونسيون ديالنا ولا فولونتي اللي كانت عندنا هو ان نجيو ناخذوا 3 بوان و سي تري ديفيسيل باش تاخذ 3 بوان من تيتوان قلب تيتوان كنا خديناها البريمير ميتون ولكن الماتش سي دو ميتون. شكرا. ما عندكش شي اسئله. بالنسبه يعني شخصيا بان ربما كان الهدف هو يعني اخذ ثلاثه نقاط من تيتوان ولكن ربما اللي شاهد المباراه ان الشوط الاول يعني كان فوكس يعني ربما منعدمه فريق باستثناء يعني الكره اللي دخلت على فريق كما قلت لك نظن بان الفرص كانت واحد دو زوكازيون اون بريمير ميتون نظن بلي كنا احسن من تيتوان كنا احسن من تيتوان او نيفو دي جو كنا احسن منهم انا قلت بانه دو ميم با كومباري يعني او نيفو افيكتيف ما خصناش كاع نكومباري سي اون ايكيب كي شونجي جاب 19 لاعب مول ديال الجديا جاب زيرو لاعب كتلعب دي جوار اللي كانوا العام اللي فات ما كانوش يلعبوا سي دي جون سي دوماج كندير راني نعاود بريسك شاك سيمين لا ميم شوز يعني دابا المولوديه كلشي واحد عارف بان يعني كان دوز ايكيب اللي ما داروش ما اقتطبوش لعابه لان عندهم انكريز فينونسيير اللي عندهم دي ديت خصهم يخلصوا باش يجيو لعابه الفرقه كانت احتلت المرتبه 13 ولا 14 السنه الماضيه ومشاو منها 12 لعابه ما قديناش نروبلاسيهم طلعنا رحنا مطلعين 9 جون 9 لي جون حنا راه دابا انا لو سوسي ديالي ماشي غير نكمل التعادل لو سوسي ديالي هو ان خصي يبقى 13 لعاب على لو بروشان ماتش عندي ثلاثه عندي جوج لعابه اللي بداو 4 اون جون دونك بور لي رومبلاسي سي ان بو ديفيسيل ولكن ما غاديش نبيسو لي بغا انا ما دخلتش كاع في ان كومباريزون ما بيني وبين تيتوان تيتوان سي ان بون ايكيب اللي راه غاديه مزيانه حنا اون سو كومبار مع راسنا حنايا حنا خصنا سيرتو نتحسنوا كل مقابله نتحسنوا وسيرتو خصنا نتعلموا وناخذوا واحد يعني واحد لا ماتوريتي باش نقدروا نجيبوا ثلاثه نقاط دابا كنكونوا عندنا 3 بوان واخا بيتيتر اون فابا جوي لان ما لعبوش مزيان في الدوزيام ميتون كنشيرشو سيرتو باش ناخذ ديك الثلاثه نقاط لو جو غيجي ابري ان شاء الله.